كل واحد فينا كيفاش كيبغي يعيش، كيفاش كيبغي يأمن سيارته. هادشي علاش تأمين الوفاء كيقترح وفاء أوتو، حلة جديدة، ضمانات وخدمات مبتكرة ومتميزة توالمنا جميع. عن تأمين الوفاء كل واحد فينا كيلقى التأمين اللي كيوالمو. هذا هو وفاء أوتو لينا كاملين. للمزيد من المعلومات اتصلوا بإحدى وكالاتنا. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج نسولوا الناس. حلقة اليوم خرجنا فيها للشارع باش نسولوا الناس حول واش يقبلوا يتطوعوا لتقديم المساعدة وإنقاذ الناس في الكوارث الطبيعية. أجيو نشوفوا الناس أشنو غادي يقولوا. أكيد أكيد نقد الناس بكل ما أوتيت من القوة، بداك الشيء اللي عطاني الله غادي نساهم به ونساعد به. كمواطن مغربي وكمسلم نعاون ماديا معنويا، ولكن الحوايج اخرين كيتكلفوا بهم السلطات بحال الوقايه المدنيه وبحال الدوله ديالنا راه خاصها تكلف اي واحد كيوقع عليه اي حاجه لحقاش هو مواطن مغربي. نا شعب مغربي ودوله اسلاميه ودوله عربيه، علاش؟ لان الاسلام كيحث على هذه الامور هذه، انك تعاون وتعاون على البر والتقوى وتعاون ولا تعاون على الاثم والعدوان. علاش لا اخويا مسلم كنشوفو تيضيع اولا تيوقع عليه شي امر اولا واقع عليه شي حاجه، علاش لا ما نعاونوش؟ فهذا من حقي. بطبيعة الحال حنا مسلمين، الواجب ديالك انك تنقد خوك، لان ما بقاتيش خوك كما كيقول ربي، حب لغيرك كما تحب لنفسك. يعني بطبيعة الحال انا غادي نقد خوك، واحد الانسان كتلقاه في واحد المحنة الا ما عاونتيش راه بحال ماشي مسلمتك. ضروري كنت حداه، راه ضروري من طبيعة الحال غتعاونوا. اي حاجة بحال هكا راه مزيان المواطنين كيتعاونوا بعضياتهم. يعني شي تخلي شي واحد تخلي واحد طايح ولا شي حاجه. مستعد انني نقوم باي حاجه في سبيل الوطن ديالنا وفي سبيل المغرب. طبيعه الحال اذا كانت شي كارثه اي واحد كيبغي ينقذ الناس، فهمتيني؟ بالنسبه للمواطن يقدم يد المساعده لاي اي حاله وقعت، فهمتيني؟ وبالنسبه لحاله الحريق ولا اي حاجه طرات بحال هكا الانسان يمكن ليه ينقد، يدير مجهود ديالو باش ينقد. ما نبغوش شي حاجه خايبه، واحد الانسان غادي يغرق تشوفو غادي يغرق، خصك تنقذ خوك، ما تخليش. هذا هو الاسلام. اذا كانت هذه هي الاراء ديال الناس تقريبا كاملين مستعدين يقوموا بالمساعده للمنكوبين في الكوارث الطبيعيه لا قدر الله. اذا حلقتنا الثالث موعدنا كيتجدد في حلقه مقبله. الى اللقاء.